الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الموقر أمين عام وزارة الدفاع راعي حفلنا هذا. سيدي His Excellency دكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي. تحتفل الكلية العسكرية التقنية اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من حملة البكالوريوس والخامسة من حملة الدبلوم المتقدم، وإنه لشرف لنا أن نفخر ونفاخر بهؤلاء الخريجين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نقف اليوم ونحن نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بتخرج الدفعة الخامسة من طلبة الدبلوم المتقدم والدفعة الرابعة من طلبة البكالوريوس. يسرني ويسعدني في هذه اللحظات السعيدة أن أزف لكم فرداً فرداً صادق التهاني والمشاعر الدافئة بمناسبة تخرجكم، كما لا يفوتني أن أمد التحية مباركاً لأسركم الكريمة ولأصدقائكم ولكل من دعمكم ووقف بجانبكم لتحقيق هذا الإنجاز الرائع. مع العرض المرئي لكلمة البروفيسور غريهام جالبريت رئيس جامعة بورتسموث. Chairman of the Military and Technological College Board of Directors, distinguished guests, ladies, gentlemen and graduates. While I'm very sorry it is not possible for me to join you in person today, I am delighted to send you this message of congratulations. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مهند بن نجيب بن خلفان المشايخي. حمد بن سلطان بن سعيد الجحافي. سامي بن سالم بن حمد البحري. وحن كلنا نعاهدها ونعاهد سيد السلطان هيثم، لو فلها الحين بنخدم هالوطن والهمة نشمر سواعدها معا قائد عظيم، معا قائد عظيم وشعب ما ينصد القالوا قيل تحت امره ابادي اذن تتحقق مقاصدها، وحن في طاعته في المنشط المكره ولا بنعيد. ورايت انه لا بد من توجيه الجهود في الدرجه الاولى الى نشر التعليم، فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل الشجر. وان الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف انواعه ومستوياته وتوفير البيئه الداعمه والمحفزه للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم اولوياتنا الوطنيه. من وحي حكمته طيب الله الثرى، كان للتعليم على ارضنا ميلاد وحياه، ليكمل حفظه الله ورعاه من خلفه المسير نحو نهضة جديدة عنوانها التأثير، نهضة يدب العزم في أوصالها مرقمنا الحاضر ومستقبل أجيالها. تسلقنا بالطموح قمم الأمجاد، عتادنا العلم والعمل الجاد، لتقف المنجزات شامخة عبر السنين مستشرفين مستقبلا يسر الناظرين. لنا في عهدكم هيثم صروف، قالنا التاريخ في الميادين الأبية، ما هي الأمجاد تسمو في المعالي وتلوح، ما كبت كلية العسكرية
Yeah.